أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا الله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.